بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة النصر 24، والتي أبدأها بالعناوين. وزيرة المرأة وحماية الطفولة تقدم بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية. رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك يتسلم مذكرة دعم ومساندة من مديري الجامعات الحكومية. مجلس الأمن يعقد جلسة حول اليمن اليوم. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل، مرحبا بكم. قدمت اليوم وزيرة المرأة وحماية الطفولة السيدة أمينة بريسيل بيانا بمكتبها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، والذي يصادف 15 من أكتوبر من كل عام. كان يتفل يوم العالمي على المرأة الريفية و سيليبراسيون على السندة كان في فيلاج كوبيغو في ديبارتمان كيميتي في بروفينس أنا سيلا. Au cérémonie de Gaïne Sophie parrainage, on a Madame la Première Dame Inda Debi Itno. Au awal de chaque 15 octobre, monde gaï célébré journée de. Lakin al Sanada, al mekula gaï au Bardala kid mehagi nashia. Ishanda gaïne célébré fi 15 novembre. Au journée de Mala gaï célébré à Chanidoro, il retourne attention à la dirigeant d'Ol, fi contribution à la Mara, al Rifia, fi Kidmeana, ou fi difficulté à la Talgakula, fi Kidmeana. Donc, Ishanda, Anina gaïne lancé appel les partenaires d'Ol, les Isaïdou, na fi édition al Sanara, à Chanamchou, nous sommes formation d'Ol, les Awin, nanto équipement à la Kidmekula, les Awin, les Nistaïdou, foga fi Kidmehana. Au Raïs, Nakula, مشير الحمد لله كمام كتير سواء لفام ريورال كريدي يقول عسى أن تولي أوين 30% أنا غرس أنا فون أنا انتربرينيا غايت لي أوين وفون أنا كوميرس أنا انفورمير كل خطو وغاي يسايدو فوق أوين وإشاندا بتن زيادة نقرو أوين كي كيف يقدر خمم سيادة يسوكيد مينام يلقو فوق أكسي أنا فيناسيما وايدين لي يسايدو فوق بلدنا. أطلقت وزيرة المرأة وحماية الطفولة السيدة أمينة بريسيل ببيت المرأة فعاليات الدورة التدريبية حول مكافحة سوء التغذية، والتي نظمت لصالح 1500 امرأة يمثلن 150 تجمعا نسائيا. ومن التدريبات التي نظمها مشروع الكفاح ضد سوء التغذية لدى الأمومة والطفولة، والذي أطلق تحت إشراف وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني، يأتي ذلك بتكليف من مؤسسة القلب الكبير. وأكدت الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير حبيبة ساولبا وعي المرأة التشادية بمدى خطورة سوء التغذية، وأن الدورات التدريبية ستؤهل المشاركات في مجال إنتاج وصناعة المواد الغذائية. ومن جانبه أشار المدير العام لوزارة الصحة إسماعيل بحر إلى أن صحة الأم والطفل تدرج في أولويات الحكومة عبر وزارة الصحة العامة. قام ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لدى البلاد محمد منصور بزيارة شملت مؤسستين تعليميتين، والتقى خلالها بالتلاميذ لمناقشة المواضيع المتعلقة بسوء التغذية. يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة سوء التغذية والدور الذي تقوم به المنظمة. وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة لدى البلاد إن الهدف الأساسي للفاو هو مكافحة سوء التغذية في كل الدول التي تعاني من هذا المرض، مذكرا التلاميذ بدور الزراعة والتغييرات المناخية في دحر تفشي مرض سوء التغذية. إلى ذلك، أطلق مدير إدارة التعاون بوزارة الصحة العامة أعمال القافلة الطبية التي أقامتها منظمة الإنسانية أولا لعلاج مرضى القلب والمسالك البولية وأمراض العيون، والتي ستجري عمليات مختلفة لتخفيف معاناة المصابين. وقال خليل أحمد مدير منظمة الإنسانية أولا إن هذه المنظمة تخدم إفريقيا خاصة. ومن جانبها ثمنت مديرة التعاون الصحي بالوزارة أم رشتين النجيب على جهود المنظمة لدعم وتعزيز خدمات الرعاية الصحية بالبلاد.
في الشأن السوداني، أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن توفيرها من مركز التحكم بجيلي شمالي الخرطوم ومستودع الشجرة لكميات من البنزين ليوم أمس في محطات عدد من الشركات في مختلف أنحاء العاصمة الخرطوم، والتي بلغ حجمها 3,773 لترا من البنزين. وأوضحت الوزارة أن هذه الكميات تم توفيرها وتوزيعها بغرض مقابلة الاستهلاك بولاية الخرطوم بعد أن شهدت بعض محطات الوقود عودة ظاهرة مبيت أصحاب السيارات في محطات الوقود. أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك حرص الحكومة الانتقالية على تحسين وضع الجامعات ومعالجة مرتبات أساتذة الجامعات بما يضمن استقرار التحصيل الأكاديمي والعملية التعليمية في الجامعة السودانية. جاء ذلك لدى تسلمه بمكتبه بمجلس الوزراء المذكرة التي وقع عليها 24 من مديري الجامعات الحكومية تنادي بمعالجة مرتبات أساتذة الجامعات، ودعم وزارة المالية لدعمها لصندوق الطلاب بعد إلولته لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحويلات المبتعثين السودانيين للخارج. وأمن دكتور عبد الله حمدوك خلال اللقاء على أهمية التعليم بوصفه ركيزة أساسية من أجل مستقبل السودان. عالميا، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول اليمن اليوم، ومن المتوقع أن تضم كل من المبعوث الأممي لليمن السيد مارتن ووكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية، حيث سيقدم رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة إيجازا في مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة. يعقد القادة الأوروبيون أعمال قمتهم في بروكسل، ومن المقرر أن يكون الملف التركي وأنشطة أنقرة الأخيرة في شرق المتوسط على طاولات البحث. ويبحث زعماء الأوروبيون نتائج مفاوضات الاتحاد وبريطانيا حول الاتفاق التجاري المستقبلي فيما بينهما، فيما يبحثون غدا أزمة شرق المتوسط وسط انتقادات لتصرفات تركيا. ووجهت أطراف أوروبية عدة تحذيرات لتركيا وأنذرتها بفرض عقوبات ما لم تتراجع عن خطوتها الاستفزازية والتي تنتهك سيادة اليونان وقبرص. إلى هنا تكملت هذه النشرة من قناة مصر 24، والتي أعود أذكر بعناوينها. وزيرة المرأة وحماية الطفولة تقدم بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية. رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك يتسلم مذكرة دعم ومساندة من مديري الجامعات الحكومية. مجلس الأمن يعقد جلسة حول اليمن اليوم. شكرا على حسن المتابعة. تقبلوا تحيات فريق العمل بقناة النصر 24. إلى اللقاء.